بين الحين والآخر على الدولة أن تكشر عن أنيابها وتذكر الجميع بأن هناك مخاطر للاقتراب منها، لأن البديل عن ذلك هو الضعف. تدرك الولايات المتحدة والصين هذا الأمر جيداً، لذلك تستعرضان قوتهما العسكرية بشكل مستمر على شكل مناورات وتدريبات وانتشار. المحيط الهادئ هو الملعب المشترك بينهما ومسرح استعراض للقوة. هناك تحولت جزر المحيطين الهادئ والهندي إلى برميل بارود مع تكديس واشنطن وبكين لكم هائل من القواعد العسكرية المدعومة بالأسلحة على اختلافها. تحاصر الولايات المتحدة الصين في منطقة المحيطين بعشرات القواعد العسكرية ونحو 200 سفينة، من ضمنها 5 حاملات طائرات ونحو 1100 طائرة حربية، وما يزيد على 130 ألفاً من قوات البحرية والمدنيين. في المقابل يتصدر الأسطول الصيني الترتيب العالمي كأضخم أسطول حربي. هناك تمتلك بكين أكثر من 730 وحدة بحرية، تضم 3 حاملات طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة، وأكثر من 35 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 79 غواصة حربية، ما يجعلها أضخم قوة غواصات في العالم. لماذا كل هذه الأسلحة في منطقة تشكل ثلث مساحة الكرة الأرضية؟ لأن صراع النفوذ على ممرات حيوية للتجارة العالمية كبير، ويوازيه صراع على النفوذ العسكري في العالم، وليس بعيداً عنه حسم أزمة تايوان حليفة واشنطن. فهل أضحت الأوضاع في المحيط الهادئ مهددة بالانفجار في أي لحظة؟